مرحب بكم متابعية في كل مكان. النهاردة هنتعلم حاجة سهلة وخفيفة. هنتعلم ازاي نركب البي علشان يتركب فيه دواس مخصوص ليه بيتركب بيه. بس طبعا عشان انت مبتدئة فمينفعش كل حاجة تشتريها، هتبقى التكلفة عالية خالص. فأنا هعلمكم ازاي تركبوا البي من غير دواس، ويكون بطريقة سهلة خالص وكمان يطلع حلو ومظبوط. هجيب القماشة اللي أنا هركبها البيه وهقصها بالورب، يعني مش هقصها عادل بالشكل ده، لا هقصها وارب. ادي القماشة اهي، انا شغالة بالوارب. وزي ما المسطرة محطوطة وهرجع بيها بالشكل ده، وهقص على الخطوط ده. معايا شريط البي، هنشوف نركبه ازاي. طبعا هظبط الطروف بتاعته، ده دوران الرقبة اللي انا هركب فيه البي، انا عامله بشكل مختلف علشان يبان. دي الفستان او الجلباب اللي معايا ده من قدام، هشوف اركبه ازاي. اول حاجة هجيب البيه واحطه واتنيه بالشكل ده، الاحظ وانا بشتغل في حاجة مدورة ما اشدش الدوران بتاع الرقبة بالشكل ده، لان لو شديته كده هيوسع خالص، فاسيبه مرخي خالص والبيه اشده حبة بسيطة خالص، يعني حاجة كده مش ملحوظة. وهاتني نفس التانية، طلع لي بالشكل ده، هظبطه وهعدل المنطقة دي. التانية برضو نفس الكلام من الناحية التانية، وهتني بالشكل ده.
ادي شكل البي معايا، مفهوش خياطات كتيرة وشكله جميل جدا. زي بالظبط اللي بيبقى متركب على الدواس. لو عندكم اي اسئلة في الموضوع تفضلوا اسألوهاني وانا هجاوبكم عليها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تعملوا مشاركة مع اصحابكم.